عليكم ورحمة الله، أنا زميلتكم دانا لبزور. إن شاء الله رح أحكي عن موضوع الميتابوليك بروفايل أورجانز. بداية بدنا نعرف إنه عمليات الميتابوليزم في الجسم تختلف باختلاف الأعضاء أو باختلاف الأورجانز في الجسم. هذا الشيء بحسب اختلاف الفانكشن لكل أورجان، يعني عنا حسب وظيفة هذا العضو بتصير عنا عمليات الميتابوليزم فيه. شيء ثاني إنه هاي الأورجانز قادرة إنها تعمل عمليات أدابتيشن بحسب باختلاف الحالات اللي ممكن يمر فيها الجسم، فهي عنا able to adapt، قادرة إنها تعمل عنا adaptation. فأحيانا الجسم عنا بيكون في حالة من الفيد ستيت عنا بعد ما يتناول الطعام، فبالتالي عنا الأورجانز رح تعمل adaptation بناء على هاي الحالة. في حالات تانية ممكن يكون عندي الجسم في حالة من starvation، في حالة من الجوع، وأيضا كمان عنا الأورجانز ممكن إنها تتكيف عنا على حسب هاي الحالة. هلا في عنا كم مصطلح بدنا نعرفهم. اول هاي المصطلحات اللي هو عنا الويل فيد او الابزوربتيف ستيت، هنا هذا هاي المرحله هي هاي مرحلة بمر فيها الجسم، وهي عبارة عن من ساعتين إلى أربع ساعات، عنا من ساعتين إلى أربع ساعات من بعد عملية الانجستشن للنورمال ميل. إذا إحنا بعد ما نهضم نورمال ميل من ساعتين إلى أربع ساعات، هاي الفترة اسمها الأبزوربتيف ستيت. هلا في عنا خلال هاي الفترة عنا إنه كل التيشوز الموجودة في الجسم تستخدم الجلوكوز عنا كمصدر للطاقة. إذا كل التيشوز راح تستخدم الجلوكوز كمصدر للطاقة في هاي المرحلة. في عنا أبزوربتيف ستيت، في عنا بعدها شيء اسمه البوست ابزوربتيف ستيت. اذا بعدها في شيء عنا اسمه البوست ابزوربتيف ستيت. هلا بعد البوست ابزوربتيف ستيت حتيجي عنا مرحله اسمها الايرلي ستارفيشن. الايرلي ستارفيشن راح تمتد من البوست ابزوربتيف ستيت لحد 24 ساعه من بعد عنا ما اخذنا لاست ميل، بعد ما تناولنا اخر وجبه عنا ب 24 ساعه عنا رح تمتد هاي المرحلة، وممكن انه نسميها بالفاستنج فيز. هلا بعدها رح يكون في عندي مرحلة اسمها الانترميديت ستارفيشن، رح تمتد من 24 ساعة ل 24 يوم. هلا كمان في عندنا بعدين مرحلة اسمها البرولونج ستارفيشن، عندنا رح هاي المرحلة ممكن انها تمتد الى 40 يوم. هلا نيجي نحكي عن البرين. البرين اول شيء بدنا نعرف انه هو بيشكل بس 2% من كتلة الجسم، هو بس 2% فقط بودي ويت، فهي عندنا كتلة كتير صغيرة. بالرغم من كتلته الصغيرة الا انه بيحتاج من 10 الى 20 الكاردياك اوتبوت من كميات الدم اللي بيضخها القلب، وهذا تقريبا يعادل 750 مل من الدم بيوصل عنا البرين في الدقيقة الواحدة. كمان في شيء انه النيورونز الموجودة، الخلايا العصبية الموجودة في البرين، انها ما بتقدر انها تضل عنا مستمرة وتضل عايشة الا لبعد دقائق بس معدودة من بعد انقطاع البلد سبلاي، فهي ما بتقدر انها تضل عايشة لفترة طويلة من البلد سبلاي. علما انه هاي الخلايا العصبية هي بتتميز انها كتير حساسة، وانها هاي الخلايا اذا تلفت او اذا ماتت انها ما بتقدر انها تتجدد، فهو بالتالي انقطاع الدم عن هاي الخلايا هو شيء جدا خطير. فاذا بعد ما ينقطع الدم عن هاي الخلايا عنا رح يسبب لي اشي اللي هو عنا الانكو كونشسنس، حالة من فقدان الوعي بس خلال 10 سكند، بس خلال 10 ثواني من بعد انقطاع البلد سبلاي. هلا في البرين عنا there is no stored fuel in the brain. هلا بنعرف انه احنا بجسمنا نعمل على تخزين مصادر الطاقة حتى نستخدمها لما نحتاجها. فمثلا نحنا بنخزن الطاقة على شكل جلايكوجين في الليبر، بنخزنها كمان على شكل ترايس الجليسرول في الاديبوس تيشوز، ولكن في البرين ما في عنا مخزن للطاقة. عنا شيء تاني انه البرين اكتر شيء بفضل يستخدمه كمصدر ينتج منه طاقة اللي هو عنا الجلوكوز، فالجلوكوز اكتر الاشكال المفضلة للبرين حتى انه يستخدمها. ففي حالات نقص الجلوكوز دائما كل الجسم عنا بيحاول انه يوفره للبرين، فالبرين بيكون اول شيء انه ياخذ الجلوكوز لانه هو الشكل المفضل له. في شيء ممكن يساعد هاي النقطه انه الجلوكوز كان فريلي انتر ذا برين سيلز، انه عنا بشكل حر ممكن انه يدخل البرين، فهاي ممكن انها تكون احد هذه الاسباب. هلا عنا مجموع الاستهلاك للجلوكوز، عنا استهلاك للجلوكوز من قبل البرين عنا يعادل 120 غرام لكل يوم، بيستهلك 120 غرام من الجلوكوز عنا كل يوم، وهذا يعادل 480 كيلو كالوري. هلا كمان في عنا انه 60% من مجموع الكربوهيدرات اللي بياخذها الجسم بشكل عام
بتروح انه 60% منها بيروح حتى انه يصير له عمليات ميتابوليزم بالبرين، وهي عندنا كميه جدا كبيره. كمان في عندنا شيء مهم انه 25% من نسبه الاكسجين اللي بيستهلكه الجسم 25% بس بتروح لعمليات الجلوكوز اوكسيديشن في البرين، انه هي كميه كتير كبيره بيحتاجها البرين. هلا البرين اندر كونديشن اوف انوكسيا، الانوكسيا هي حاله من نقصان الاكسجين. هلا لما حاله نقصان الاكسجين في البرين، هلا بنعرف انه نحن لما نكون في عندنا اكسجين ولما نعمل عمليات جلوكوز اوكسيديشن حينتج لي كميات كثير من الطاقه، بحيث البايروبيك رح يصير اسيتيل كو اي يدخل الميتوكوندريا وينتج لي طاقه. لكن في حالات الانوكسيا، في حالات غياب الاكسجين او نقص الاكسجين، عندنا البايروبيك اسيد رح يتحول الى اللاكتيت عندنا. ففي هاي الحاله، في حالات الانوكسيا في البرين، عندنا رح يزيد انتاج اللاكتيت من 5 إلى 8 مرات في الدقيقة الواحدة، وهي كمية جدا كبيرة. هلا البرين بده يدافع عن حاله في حالة الانوكسيا عشان انه يحمي خلايا من التلف، فحيعمل اشي اسمه the Buster effect. هلا الباستر effect is the brain's production against conditions of anoxia. هلا نيجي نحكي عنها بشكل اوضح شوي. هلا نحن بنعرف انه في الايروبيك كونديشن لما يصير عندي جلوكوز اوكسيديشن، عندنا بوجود الاكسجين انه بيتكسر الجلوكوز، جزيء الجلوكوز الواحد بيعطي كميات كتير كبيرة من الطاقة. فهلا البرين بيكسر عندنا كمية من الجلوكوز بس يحصل على، وطبعا بيحصل على كفايته من الطاقة، بس يحصل على كفايته من الطاقة، هون البرين انه عندنا بيعمل عمليات انهيبيشن للجلايكولوسيس، بيوقفها عن طريق الاكسجين. اذا بيجي الاكسجين بيحكي لها انه خلص توقف، انه البرين حصل عندنا على كميات الطاقه. ليش هيك بيعمل؟ لانه البرين ما بده يستهلك الجلوكوز الموجود في الجسم على الفاضي، فهو طالما انه اخذ الجلوكوز الخاص فيه فخلص هو بيوقف العمليه لحد ما يرجع يحتاج طاقه مره ثانيه، ومنها بوفر الجلوكوز الموجود في الدم وما بيستهلكه كلياته. لكن عندنا العمليه جدا بتختلف في حالات غياب الاكسجين. في حالات غياب الاكسجين رح تنتج الطاقه بس بالان ايروبيك كونديشنز، يعني حتكون عندنا كل جزيء واحد من الجلوكوز رح ينتج لي كميه جدا قليله من الطاقه، رح ينتج لي 2 من الاي تي بي، هي اقل بكتير من الكميه اللي رح يحتاجها البرين. فبالتالي هون البرين حيعمل العكس، هون البرين حياخد اكتر واكتر جلوكوز حتى انه ينتج الكميات اللي بيحتاجها من الطاقه، وبالتالي حيقل الجلوكوز في الدم بشكل كتير كبير، انه لانه البرين بياخده عنا كله لينتج طاقه حتى يعوض النقص. فبالتالي هون بيحكي انه الجلوكوز ليفل عنا لما ينزل عن 30 ملي جرام حيكون فيتال، حيكون عنا قاتل. وطبعا نعرف انه الكوما اللي بيسببها نقص الجلوكوز هي جدا اخطر من الكوما اللي بيسببها زياده الجلوكوز. فبالتالي غياب الجلوكوز، غياب الاكسجين عفوا عن البرين، واخذ كميات كتير كبيره من الجلوكوز، هو شيء جدا خطير. هلا البرين عند اسيتو اسيتيت، the brain is unable to utilize fatty acids، هو عندنا غير قادر على استخدام الفاتي اسيد. مش شوي حكينا انه البرين قادر انه بشكل عفوا الجلوكوز قادر يدخل البرين بشكل حر وعنا ويعبر خلاله عنا، ومشان هيك البرين بيستخدمه بشكل مفضل. لكن لو نيجي نحكي عن الفاتي اسيد، احنا بنعرف انه الفاتي اسيد هو insoluble in البلازما، غير دائب في البلازما، وعشان يقدر انه يمشي في البلازما لازم يرتبط في البروتين اللي هو عندنا الالبومين. فبالتالي حيصير في عندي عندنا كومبلكس مولكولز، رح يصير عندي شيء معقد. هذا الشيء المعقد ما رح يقدر يمرق من البرين بارير، ما رح يمر للبرين لجوا، فعشان هيك البرين ما بيقدر انه يستخدم الفاتي اسيد. هلا لكن البرين ممكن انه يستخدم الاسيتو اسيتات اللي احنا رح نصنع منه الكيتون بودز، عندنا في حالات انه ما كان في جلوكوز عندنا قادر انه يصنع الكيتون بودز، عفوا انه يستخدم الكيتون بودز من الاسيتو اسيتات كمصدر للطاقه. هلا البرين اند ستارفيشن، هلا خلال الايرلي دايز اول ايام الستارفيشن البرين بضل انه بيستخدم الجلوكوز بس، اذا بضل البرين حريص انه يستخدم الجلوكوز بشكل اساسي. طب ما هو احنا في حاله ستارفيشن وين حجيب الجلوكوز؟ حجيب الجلوكوز عن طريق عمليات الديجريديشن للبروتينز الموجوده في المسل، حيكسر البروتين موجوده في العضلات، حيرجعها للامينو اسيد اللي تكونت منها اصلا. هاي الامينو اسيد رح تنتقل للليفر، وهناك في الليفر
الليفر رح تصير عمليات الجلوكونيوجينيسيس عشان تحول هالجلوكوز، بعدين حينتقل هذا الجلوكوز للبرين ويستخدم هنا. لكن لما نيجي نحكي عن البرولونج ستاربيشن، اكيد الجسم مش حيكسر كل البروتين الموجود في العضلات ويبعته كله على شكل جلوكوز للبرين، فانه لما تطول عمليه الستاربيشن حيبلش البرين يستخدم الكيتون بوديز بدل من الجلوكوز، فحيزيد تركيز الكيتون بوديز حيستخدم من قبل البرين، وبالتالي حيقل كتير حاجة الجسم عنا للبروتين كاتابوليزم، حتوقف عمليات البروتين كاتابوليزم عشان تنتج الجلوكوز عنا، لأنه خلاص البرين استغنى عنها وصار يستخدم الكيتون بوديز، وبالتالي حتقل عمليات الجلوكونيوجينيسيس.